مين اللي سرق الفلوس من الخزنة؟ ما خدناش حاجة. خليكم ساكتين، واحنا هنفضل مكملين في ضربكم لحد ما تطلعوا في الروح. عم صالح يا عم صالح، عم صالح يا عم صالح. ايه يا بنتي؟ فين عم صالح؟ مالك بتبكي ليه؟ ما عرفتين، هو ناس كتير وبيضربوا فيهم. وبيضربوا فيهم ليه؟ بيقولوا انهم سرقوهم، ولو ما رجعوش الفلوس راح يقتلوهم، وانا ماي ما بيسرقش. وده حصل فين؟ ارض عزلي بيه. طب روح انت دلوقتي، وانا هقول لعم صالح، وهنيجي وراكي، وابوك هيبيت في بيته الليله. يلا. من اللي اخذ الفلوس يا واطي؟ ابن الواطي. ما انت مفيش حاجه والله. والله انا ما شاكك غير فيك. انت يا ولد. حسبي الله. تطلع مين انت عشان تمد يدك عليه؟ انا بعمل شغل. شغلك اللي هو ايه وشغال عند مين؟ انت اللي مين؟ وازاي تنزل انت والرجاله اللي معاك ارض من غير امر مني؟ العيب مش عندي، العيب عندك انت. المفروض قبل ما رجلك تخطي البلد دي تسال من كبرها. كبرها؟ انت مش عارف بتكلم مين؟ الظاهر ان انت اللي ما تعرفش انت بتكلم مين. انا صالح القناوي. عملوا لك ايه عشان تعمل فيهمك ده؟ مهما كان عمله حقك تاخده بالادب وبالاصول. فخر يا اخوي. فك الرجال. فك فك ايه؟ مفيش كلمة تمشي في الأرض دي غير كلمتي أنا، تجننتوا ولا إيه؟ وعز جلالة الله، لولا إنك راجل كبير ولولا إنك غريب لكنت دفنتك مكانك. لكم قبضك قد إيه يا رجال؟ أربعة أيام يا كبير. تفوتوا عليه في المنظر عشان تاخدوه. ربنا يخليك لينا يا كبير، وأنت قول في عمرك. حسبنا بعدين. ورا عزرائيل ياخدك. صالح القناوي ده طلع حكايه كبيره قوي يا باشا. ده شخصيه زي اللي كنا بنقراها في الحواديت زمان. النوعيه دي بقت قليله قوي دلوقتي يا باشا. صالح القناوي ده اكتر راجل حجاني ممكن تقابله في حياتك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا جناب المأمور؟ أهلا. مرحبا يا مرحبا. اتفضل. فلوسك يا باشا، عدها في بيتك براحتك، ولو ناقصة حاجة في رجال. مين اللي سرق الفلوس يا حاج صالح؟ اللي سرق الفلوس واحد من رجالتك، واحد من اللي كانوا بيضربوا الغلابة اللي مالهمش ذنب. بجد يا صالح؟ بجد يا بيه. حاميها حراميها، لو كنت جيت لبيتي من الأول كنت هقول لك مين اللي سرقها، إنما دلوقتي أنت ليك فلوسك وبس. عموما انا بشكرك جدا، ويا ريت لو سمحت نحط ايدنا في ايد بعض انا وانت. محبه اللي بعد عداوه. مفيش عداوه لا سمح الله، انا في خدمتك ابي في اي وقت. بس للاسف انا ما ينفعش احط يدي في يد اي حد على اهل بلدي، ولو حد داس لك على طرف محدش هيجيب لك حقك غيري. لو حد داس لجناب المأمور نفسه على طرف محدش هيجيب له حقه غيري. حتى حق جناب المأمور؟ البلد دي بيحكمها أنا قانون يا سيادة المأمور. بقانون القناوي ده اللي حضرتك ما تعرفوش، إن قانون القناوي أقدم من القانون ده. قبل ما يعملوا مركز شرطة، وجد جد جد هو القاضي العرفي للبلد دي، ودي الميزة في بلدنا دونا عن أي مكان في الجمهورية. عندك مكان أنت تجيب حقك منه، مركز الشرطة وبيت القناوي. عايز تاني ده؟ واللي أنت ما تعرفوش يا باشا، إن عندنا في الصعيد هنا في كل قرية كبير، الكبير ده هو القاضي العرفي اللي بيحكم ما بين الاهالي وبين بعضيها، والمشاكل المستعصيه اللي عندينا في الحكومه. شرفت الصعيد يا بيه. طول ما الحاج صالح موجود محدش فيكم هيتهان، ومحدش منكم هيداس على كرامته. اقوم من النهارده كلكم كرامتكم محفوظه. غريب. ايوه. الرجاله قبضوا فلوسهم؟ قبضوا يا كبير. خد بقيت حقك منه. تعيش يا كبير. عمر ما حسيت بضعفي وقلت حيلتي لك صد مرة ده كانت دي.
عشت عمرك كله شايل رمل على الارض شيل. كنت بتعمل اللي يساعدني حتى لو هي تعسك. اتحملت اللي ما فيش مره في الكون تتحمله مع جوزها. تعرف يا بنت، انا اول ما كانت روح من غير اذني مرة زعلت فيها. سامحيني على قسوتي اللي كانت من ورا قلبي. واللي بيشبع يا حبيبي. ألف هنا وشفا يا حبيبي. بص يا هتلر، أنا موافقة، بس في الأول أعرف هتعمل بيهم إيه. مقبرة يا أمينة، مقبرة حاطط يدي عليها من 3 سنين، كل اللي محتاجه عدة حفر بسبعين ألف جنيه. عملت كل حاجة عشان ألم، ما عرفتش. بالك يا أمينة لما بيع الخير اللي جواها. العشة دي هتبقى قصر. الفلوس هخلي كل البشر اللي في البلد دي تحت طوعي. مفيش كلمة هتمشي غير كلمتي. هتمشي على أتخن شنب في البلد دي. وأولهم صالح القناوي. اللي هاخد منه حقي قدام البلد كلها. كل شبر في البلد دي هيبقى ملكي. وجنونها هيبقى جنوني. جنون هتلر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، وما ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم وفقني إلى ما تحب وترضى يا رب. اللهم إني أسألك وحدك وأستعين بك وحدك، أنت تعلم ما في نفسي، تعلم بنيتي يا رب. يا رب يا رب وفقني النهارده يا رب. يا رب وفقني النهارده يا رب. وفقني في اختبارات الشرطه يا رب، انت العالم بنيتي. ايه
اللبس جاهز يا حضرة الجاب. يا رب يا أمه يسمع من بقك ربنا. إن شاء الله ربنا يا ولدي حينولها لك وحتبقى أكبر ظابط في بر الصعيد كله. حلمه شايفه لك ودي معناه. والله يا أمه أنا ببخافش غير من أحلامك دي. ليه يا ولدي؟ فاكرة أمه الحلم اللي شفتيه لخالتي زليخة أم سليمان؟ قلت لي المرة دي هتحج بعد أسبوع، ماتت محروقة بعد أسبوع يا أمه. الله يرحمها قطعت بينا، كانت ست طيبة. بس المرة اللي فاتت جلت، المرة دي هترجع إن شاء الله وعلى كتافك دول أربع نجوم. أربع نجوم يا أمه وفندق. يا أمه ده أول نجمة بتطلع بعد ست سنين. وبعدين أنا هتأخر على ميعاد القطر. اتفضل. طيب يا ولدي. اتفضل يا أمه. طيب شكلها لا يبقى فيها نجوم ولا نيازك حتى. ليه يا ولدي بس كده؟ أبويا صحي؟ آه صحي يا ولدي، هعمل لك حبة شاي وغير أنت. يلا يا أمه. ملف فين؟ ملف الأزرق اللي كان جنبي فين؟ بقول لك يا أخينا ما شفتش ملف أزرق كان جنبي هنا؟ يبقى أنت بتدور على ده. روح الله يسترك يا رب. قلبي وجع. الله يحفظك يا رب وينصرك. الملف ده فيه إيه؟ ده في عمري كله. ياه للدرجة دي؟ لأكتر من الدرجة دي. الملف ده اللي هقدم بيه في كلية الشرطة. يبقى لك قريب سفير، وزير، لواء. أنا عبد فقير لله، مواطن عادي رايح يقدم في كلية الشرطة. مش لازم يعني يكون أبويا لواء ولا أمي وزيرة عشان أقدم في كلية الشرطة. تصدق وتأمن بالله؟ لا إله إلا الله. ما أنا عرفت إنك رايح تقدم في كلية الشرطة من البرازر اللي أنت لابسه ده. برازر؟ أيوه. خدتش بالك من السستر اللي تحتيه ده؟ لا بأمانة الله شيء خالص. اه طب ولما انت يا مسكين يا فقير يا محتاج عارف ان ما وراكش دار هتروح تهب بيه هناك؟ يا جدع الاحباط اللي على الصبح ده، يا جدع بشر ولا تنفره، يحرق ابو قعدتي جنبك. انت طلعت لمنين انت؟ انا رايح اقدم انا كمان في كليه الشرطه. واه ده انت خبيث خبص وعمال تلف ودور. وما انت رايح تقدم في كليه الشرطه ليه الاحباط اللي انت عمال تقوله ده؟ وانت بلبسك ده واضح ان مفيش مندوب شرطه في عيلتكوا حتى. تقدر تقول كده فراغ. نجحت قال لك الباشا رايح الباشا راجع، ما نجحتش ما قالش الباشا رايح الباشا جاي. خلاص اعرفك بنفسي، تعلب صفي الدين الدهشان. تعلب صفي الدين؟ طب صفي الدين سمى تعلب كيف؟ عموما فرصه سعيده يا اخ فوكس. امال احنا وصلنا فين؟ مش عايز تبيعها تأجرها منك يا هتلر. بيع الأرض دي بتوكل فوق لأربعين نفر، يعني مش هينفع لا بيعها ولا أجرها. يا عم الحاج جنجز بدل ما نرموك براها ونقول لك بقت أرضنا. مسعد كلم عمك السيد زين. يحفظك ربنا هتلر. بيع الأربعين نفر دول هياكلوا الشهد من وراء إيجار. وش معنى أرض أنا هتلر؟ بيع عشان فيها البركة والخير كله. شفتش ولاد بيومي ولاد فاروق لما بعولي جالهم الخير كيف؟ يا راجل مش عايز تروق عيالك؟ غريبة والله، هي كلها شهرين ثلاثة وأرضك هترجع لك. فوقيها إيرادها، فوق الإيراد مبلغ محترم كمان. تاكل موز؟ صحيت الصبح لقيته حطيت ناس في أرضي بسلاح، بقول لهم فيه ايه؟ قالوا لي بنحرس أرض هتلر. طب عاملش حد لأرضك؟ عامل يا حج عامل. أمال ايه؟ هو نشر الحد ده وضم أرضي على أرضه وقال لي عاوز ثمن الأرض خده، عاوز إيجارها خده، وقال لي اعمل حسابك إنك مش هتشوف الأرض دي تاني، مش عاجبك اشرب من البحر. طب ما عملش حساب انك ممكن تروح تعمل محضر في المركز، ممكن تشتكي لصالح القناوي. قبل ارضي فيه 100 ارض متاخده غصب والناس خايفه تيجي تشتكي. واه وهتلر ده بقى يخوف. ايه يا فخر نايمين على ودنا ولا ايه الكلام اللي بيقوله الحاج سيد ده؟ لا اللي اسمه هتلر ده عياره فلت على الاخر. ده عامل زي البول اللي شايف روحه تمساح. صالح بيه غير موال وضع اليد بتاع الأراضي دي
عنده بلاوي كثيرة والناس كلها عارفة. وانت ما تقوليش ليه؟ مرضيتش أوجع دماغك يا كبير، وقلت مسيري يقع قدام القطر وأوجيه برجليه ووقع. طب حج سيد، تجيبوا دلال يقيس الأرض ولا أنت فاكر حد أرضك؟ هو في حد يتوه عن أرضه يا حج؟ أنا كنت معلم وبنخلة زراحة قصاده بالظبط. غريب، أجهز عربيتي والرجالة، نوصل لأرض الحج سيد، عايز أقابل حرس هتلر دول، وعايزك فخر تحدد مع الجلسة مع اللي اسمه هتلر، عايز أقعد معه وأعرف حكاوته ده. وهتناول الشرف ده؟ ورب العزة ما يستاهل. عايز أعرف جاب الجبروت ده منين؟ السلام عليكم. ازيكم يا رجاله؟ اخباركم ايه؟ اتفضل يا حاج. هي دي ارض يا حاج صالح. فين مكان الحد؟ هناك اهو. خد العبايه يا ابراهيم. اتفضل يا حاج صالح. واحده واحده بتجري ليه؟ ايه وكل نفسك منك ليه بتعمل افرض الحاج سيد؟ احنا حرس هتلر بيل موقفنا على الارض بنحرسها. ما شاء الله هتلر بقى بيه وبقى عنده حرس كمان. هات السلاح ده. هات امسك ابراهيم. هات السلاح ده، خدهم واربطهم في اقرب شجره فخر قدامي. يلا روح. فين المكان؟ تقريبا هنا يا حج. ها صدقتني يا حج صالح؟ والله مصدقك من الاول يا حج سيد، بس كان لازم اتاكد بنفسي. ميزان العدل تقيل ومش اي حد يشيله. جابر امرني يا حج. حط حجر هنا لحد ما الدلال يجي. امر. ربنا يخليك لينا يا حج صالح. الله يحفظك يا حج سيد، فخر. ايوه. عايزك تحط حتتين السلاح في شنطه العربيه. بلغ هتلر بميعاد الجلسة عندي في المنظرة بعد صلاة العصر، وبلغوا الرجلين وحتتين السلاح ياخدهم بعد الجلسة. بقول لك ايه؟ ايه؟ وكلهم وشربهم. ايه؟ وكلهم ده ايه؟ انا هشربهم بس. يا عوض تمام يا حاج. حط سلاح في العربية. قطر يا حاج. تأخرك على الجلسة أزمة مواصلات ولا أزمة تربية؟ لا أزمة مواصلات. تقصد إيه يا شيخ صالح؟ قصدي إن بعد ما قمنا بقياس أرضك طلعت 36 فدان، رجعنا الأوراق الرسمية لقيناها 35. الفدان الزيادة ده جه منين؟ يا إما مديت يدك على أرض الراجل اللي جنبك، يا إما فدادينك بتعشر و المقاسات دي غلط. أنا سمحت لك تتكلم. النوبة الجاية هطلعك برا الجلسة. تطلعنا أنا؟ إحنا مش قاعدين على مصطبة. يا تحترم القعدة دي يا ما تقعدهاش. ولذلك قررنا رجوع كل شيء لأصله، وتصبح مساحة أرض الحج هتلر 35 فدان، وارض الحج سيد 4 فدادين، بالاضافه الفدان يضم من ارض الحج هتلر لارض الحج سيد، تصبح مساحه الحج هتلر 34 فدان، ومساحه الحج سيد 5 فدادين. ينصر دينك يا حج صالح. وده في شارع مين؟ ده في شارع صالح الجناوي. طب قلنا ناخد الفدان اللي بتقوله حجه، ياخد فدان زيادة بتاع ايه؟ أدباً ليك وعبرة لأي حد يفكر يمد يده على حاجة مش من حقه، يعمل حساب القعدة دي.
واعمل حساب ان البلد دي لها كبار. مش عاجبك؟ فضنك عندي يا حاج سيد، وحسابي بيني وبينك هتلر نتصفوا فيه براحتنا. ايه قولك؟ لا نتصفوا ولا ما نتصفوش. بصمني بصم. الورقة الثانية. يلا يا موسى. ابصم يا حاج سيد. ابصم. ألف مبروك يا حاج سيد. ارجع يا غلبان. ارجع. ارجع ليه؟ سقط. مبروك يا زين. مبروك على ايه؟ مش زين صالح الجناوي؟ ايوه زين صالح الجناوي. نجح؟ الله اكبر بجد. مبروك. بتقول لي سقطت ليه؟ انا بتكلم عن نفسي انا هتكلم عنك. ولا مالي بيك. انت بتستغل فوزك من دلوقتي. على فكرة انت هتبقى ظابط فاسد وبكره تقول تعلم كان. انا مالي بيه. خلاص يا زين خلاص. حسبي الله ونعم الوكيل. نورين يا رجالة نورين. عقبال اولادكم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا كبير. شويه يا بنت تقول عليكي ايه؟ اتجنيتي ياك؟ انا حاسه انها ليله فرحي مع زين يا مرت عمي. ان شاء الله يا بنت هيكون من حدك ومن جسمتك ومن نصيبك. هو يلاقي احلى منك فين؟ وباذن الله تعالى هتكون مش ليله واحده سبع ليالي. يا رب يا رب يا رب. بيقول لك مره دبانه سودا لبست جلابيه بيضه يوم فرحها. وبعدين؟ خلاص على كده؟ انت مخبي. مش حلوه كبير ولا ايه؟ والله هاجي اليوم اللي هقول فيه لزين ولد صالح يا باشا. وربنا ما في باشا في البلد دي غيرك يا كبير. كيف ابو مخ تخين؟ هيبقى ظابط. طب واللي طلعه لك من الشرطه من قبل ما يدخلها؟ طلعه لك بمصيبه كمان. لا بفضيحه. ليه عملك ده؟ ليه مني 50 باكو؟ 50 باكو؟ وقع تبر زين لبس البدله الزرقاء بدل البيضة. ولو كلامك وقع منك زي عوايدي. عيب عليك راس مسعد. لا الحاجات دي اللي فيها عيب ولا حرام. زين ولد صالح ما ينفعش يبقى ظابط ولا ينفعش منفسه علي. ما تقلقش راس مسعد خليها علي. خليها عليك لكن هو اللي خلق الخلق. لو كلامك وقع منك يكون رميك متكتف في الجبل اللي بديها بتنهشك نهش. وإن نفست هاخد الخمسين باكو. بس قبل أي حاجة تقول لها تعمل إيه. حاضر يا ريس. بص شد يا ريس. هيموتني يا زين بيه. هيموتني يا زين بيه. ايه يا كتكوت عمل لك ايه؟ والنبي اطلع منها انت يا زين بيه. الواد ده حرامي. حرامي؟ سرق منك عشان تتهمه تهمه زي دي. اعطاني عده نيكيا 3310 على النية شغالة وطلعت خرباني. طب ايه المشكله؟ يديك عده نيكيا وغيرها. مش عايز عده، انا عايز 200 جنيه. كل المشكله دي على 200 جنيه؟ ده انت شغال مع واد هتلر. محتاج فلوس انت؟ خد يا عم ال 200 جنيه مننا هم وكفى الله المؤمنين شر القتال. والله ولد اصول مش هنسلك الجميل ده ابدا يا زين بيه. يلا اتكل على الله. مش مزوره مش مزوره. هرج ابو النجاه. عارف لو طلع اللي انت بتحكيه لي ده من خيالك هيحصل ايه؟ طب عليا الطلاق بالتلاتة من مرتي حصل. يعني احنا كم ساعة كده؟
ونسمع خبر القبض على طالب مستجد في كلية الشرطة وفرش حشيش. رئيس موسى انت مش هتسمعه بس، انت هتسمعه وهتقراه وهتشوفه صور كمان في صفحة الحوادث. يا مسهل بقول لك، هو الكلب ده بتاع ايه؟ الكلاب دي بتكشف المفرقعات او المخدرات. الله يطمنك يا طالب. فتش لي الشنطه للكلب هو عليها وطلع لي صاحبها بره الصف. اتفضل يا طالب اطلع بره الصف. انا تعالى اتفضل يا طالب. دخل الطالب بسرعه، هروب مفاجئ. فدائي 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 فدائي، لو مت يا أمي ما تبكيش، راح أموت علشان بلدي تعيش. لو مت يا أمي ما تبكيش. تكون شو محط لي سمك؟ مفيش غيرك يا كتكوت الكلب. حد يعمل فيها؟ فيها كتكوت عمل لك ايه؟ الواد ده حرامي. خد يا عم ال 200 جنيه مني انا هم، وكفى الله المؤمنين شر القتال. مش هنسلك الجميل ده ابدا. ايه اللي موافق كل ده يا زين؟ مش قلنا الطابور بدأ؟ معلش يا فندم، كنت برتب شنطتي بس يا فندم. ما انت بتعش من بدري ليه؟ وحاط ايدك في ظهرك ليه؟ وانا بركب القطر الصبح يا فندم، حد طالع بقفص خبطني في ظهري. هدهن هيموكلار وجهي ورا سيادتك على طول. طب يلا يا زين. حاضر يا فندم. طب ارميها فين دي؟ اكلها؟ اعمل فيها ايه؟ حاضر يا فندم. بعد كل اللي عملته معاك. ايه اللي عملتيه معايا يا امينه؟ كل الخير اللي انت فيه ده مني. ليه؟ كنت بتصرفي عليا وانا مش واخد بالي؟ ولا جبتيلي القصر ده هدية؟ لا لا بصرف عليك ولا جبتلك القصر، بس اول 100,000 جنيه مسكتهم يدك واللي جبت بيهم مساخيط في المنيا وبعتهم ب10 مليون جنيه كانت فلوسي ورثي من ابوي، واللي ما خدتش منهم جنيه واحد لحد دلوقت. فاكر ولا نسيت؟ عايزاهم خديهم يا امين بفوايدهم. عيني لا، و20% كمان زي البنك. لا ال10 مليون مرة واحدة. مش ده اللي كسبته من وراه؟ اللي كسبته يا أمينة. انا الراجل هنا. وعيد الميلاد الولاد مع البنات عادي كده؟ لو احنا بنطفي الشمع بنقف صفين. في ايه يا عم؟ ازيكم يا شباب؟ يا سلام. ولا عامله ايه يا زيزي؟ بقالي كتير ما شفتكيش. الحمد لله كويسه. كل سنه وانتي طيبه. ثانك يو بيبي. بقول لك ايه، فك بقى كده واتكلم مع الناس. بقول لك ايه، انا اول مره احضر عيد ميلاد، لا ما عندناش الكلام ده في الصعيد. اخر حفله حضرتها كان مولد عبد الرحيم الجناوي. انت محتاج لك معايا شهرين وانا اظبطك. وعز جلاله اللي انت اللي محتاج معايا اسبوع عشان انا اللي اظبطك بقميص سمير صبري اللي انت لابسه ده. ابتدينا بقى نبحلق بقى. فيروز لسه داخله فنون جميله السنه دي، كنا مع بعض واحنا صغيرين كده بنلعب مع بعض في النادي. انا كنت سالتك عنها. يا عم اطلع من دول، ما انت عمال تبحلق اهو. وانا باين عليا قوي كده؟ قوي. لا ده انا بص الناحيه التانيه بقى. مين ده؟ هو لابس كده ليه؟ هو الاخ فاكر نفسه جاي حفله تنكريه ولا ايه؟ دي بدله كليه الشرطه، واضح كده انه صاحب زياد، بس انا اول مره اشوفه هنا. بقول لك ايه،
شيلها من دماغك علشان معجوزة النور. نور دي البت اللي على شمالها؟ نور ده ولد يا ابني. خطبها؟ يعني بيحاول يظبط اليومين دول. ربنا يهني سعيد بسعيد. اهو هو ده نور، هو ده نور. واضح انه نور جرعت ونورت المكان كله. التورته نازله اهي، تعالى بقى عشان نطفي الشمع. ابوس ايدك بلاش بحلقه. مفيش بحلقه ولا حاجه. تعالى 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 ايدك. يلا بقى كله يجي عشان التورته يا جماعه. هابي بيرثدي تو يو. سنة وانت طيبة. مرسي. السلام عليكم. زين. أم المحمدين. ازيك يا مسعد بيه؟ مالك محسسني انك شفت عفريت كده ليه؟ ولا كأنك تكون فاكر انك ما كنتش هتشوفني بالبدلة دي تاني؟ ليه يعني؟ ما انت في كليتك. وشك كده بيقول كأني كنت رايح حرب ويا عالم هرجع منها ولا لا؟ لا حرب يا زين، كفى الله الشر. وبنسبة البدلة زنبيه محتاجة تتجيف حبتين عشان واسعة عليك حبتين. بتقالك يا كتكوت، بدلة على مجاسي دي معمولة عشاني، الواسعة دي حاجة تانية. جو ومعلش، الأمانة اللي كنت سايبها لي في الشنطة أنا رميتها. أمانة إيه دي؟ الأمانة اللي كنت داسسها لي في الشنطة، اللي سيدك قالك حطها لي في الشنطة، بس وعدها هرجعها لك تاني. هترجعها لي كيف؟ هتلاقيها في شنطتك، هتلاقيها تحت مخدتك في سروالك، المهم انها هرجعها لك هرجعها لك. المهم انا مش جاي عشان الكلام ده كله، انا جاي عشان كان في 200 جنيه دافعهم عشان افض خلاف بينك وبين الرجل ده. واضح دلوقتي انك كنت صالحته داخل لقيتكم بتضحكوا مع بعض. كان عايز ال 200 جنيه بتاعته. معيش 200. ايه؟ معيش. اقول لك كده ما تضحكش عليا. يا ابو سعد بيه. معيش. فخر فخر اخوي. لا ولولوها اخر يا صالح. موتك هتتحل كل عقدي عشان انت يا صالح عقدتي الوحيده. اياك تكون فاكر ان عقدتك هتتحل بموت يا هتلر. عقدتك مش فيا، عقدتك في نسل الجناوي كله، ونسل الجناوي عمره ما هيتقطع. عمرك ما كنت احسن مني يا صالح. كل القصة انك اتولدت لقيت نفسك من عيلة الجناوي. انا مفيش عيلة عملتني دراعي جيبتك تحت رجلي، بدراعي بقيت كبير البلد دي، بدراعي برضو
سيبك تعيش. الواطي عمره ما هيعلى، والكبير كبير بأصله، وانت زرع شطان مالكش أصل. تعيش عمرك كله في نظر نفسك وفي نظر الناس صغير. يا زين. شكرا يا فندم. عايزك تغير هدومك، انا اديتك اجازه لمده اسبوع. كتر خيرك يا فندم، بس حضرتك انا ما طلبتش اجازه. شوف يا زين، احنا ما بنقبلش في الشرطه غير بالابطال والمؤمنين بقضاء الله وقدره، وانا عارف ان انت بطل ومؤمن بالله. احنا بلغنا النهارده خبر ان السيد الوالد توفاه الله. شد حيلك. شد على الله يا فندم. حاسس ان ظهري انكسر بعد موته ياما، على قد ما حاسس ان قلبي انفطر على فراقه، على قد ما انا فخور ان والدي صالح الجناوي. والله ياما المفروض ما نحزنش، ما شفتش اللي انا شفته في العزا ياما. كنت حاسس ان ابو كل واحد في العزا ياما، اللي جم العزا ناس ما كنتش احلى ما قابلها، دير امن اسيوط ودير امن سوهاج محافظ جنة. كنتش اعرف ان ابويا بالحجم ده ياما. ابوك ما كانش كبير البيت ده بس، ابوك كان كبير كل بيت في البلد. السلام عليكم. مالكش عندنا سلام؟ معيش السلام ولا كلام. كل اللي عايزه منكم كلكم انكم تمشوا بجنون البيت ده. اللي مش هيمشي بجنونه ملوش مكان فيه. الكلام ده للكل. ورايا يا هدى. أول مرة أجيب هدية في حياتي، يا رب زوجي يعجبك. حلوة أوي يا زين، رقيقة جدا. على فكرة ذوقك حلو. أنا كمان أول مرة أقبل هدية من حد. مالك يا زين؟ ساكت ليه كده؟ الحقيقة يا فيروز عايز أتكلم معاك في حاجة. حاجة إيه؟ عايز أقول لك حاجة أول مرة أقولها في حياتي. قول. أنا بحبك يا فيروز. بحبك من أول مرة شفتك فيها. طب وفي حاجة تانية عايز تقولها لي؟
أقول لك وأنا ماسك يدك؟ لأن دي حاجة برضو أول وآخر مرة أقولها في حياتي. تتجوزينا يا فيروز؟ يا ألف نهار أبيض يا ولدي، يا ألف نهار مبروك. ده أنا الود ودي أزغرد أملى الدنيا كلها زغريد. ليك عليا أوضتك دي هجهزها في يومين وهعمل لك فرح يحكوا ويضحكوا عليه البلد كلها، ما تعملش زيه في جني. الله يخليك يا أم، بس الموضوع مش هيجي بالسرعة دي. الأول هاخدك وناخد زيارة كويسة ونروح نتقدم. ناخد زيارة لمين؟ وهم غرب، ده هم اللي يجيبوا لك زيارات. ده أنا بعت البت فرحانة دي تجرجر البت ليلى وأمها وتجيبهم تحت رجليك. علاقة ليلى وأمها بالموضوع يا أم؟ مال أنت هتتجوز مين؟ دي واحدة عارفها اسمها فيروز. فيروز؟ وإحنا عندنا هنا عيلة في البلد عندهم بيت اسمها فاروز، ناسها مين دول؟ لا ما هي مش من جنة، هي من المعادي. معادي؟ نواحي سوهاج؟ لا يا أم، نواحي كارفور في مصر. يا أم في مصر. معادي ومصر؟ مالها مصر يا أم؟ أنا بقول لك مصر مش إسرائيل. بت بت حلال وطيبة، ولو شفتها تحبيها جو. نورت القاهرة يا أم. ربنا يخليك يا ولدي. مساء الخير، اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ ولك ايه؟ يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. ازيك عمي؟ بناس الصعيد واهل الصعيد. الله يحفظك. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ اهلا يا ابني. الحمد لله. اهلا يا حاج. مربياني. نورت الدنيا. يا اهلا وسهلا يا حاج صالح. اهلا وسهلا. اه زيدكم. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. فيروز اتفضل يا ابني. اتفضل يا حاج. اتفضل يا ست الكل. يا اهلا وسهلا. اتفضل يا عم. خليك يا ولدي، شرفتونا ونورتونا. يا اهلا وسهلا. الله يخلي حضرتك. ملوش ملوش لزوم الاستقبال ده والله. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ ادهم. ازيك ادهم بيه؟ هند صح؟ ايوه. اهلا وسهلا حاج صالح. اهلا يا ولدي. ست الوالده. اتفضل. اتفضل يا ست. يا اهلا وسهلا، دي مراتي الست فاتن. اهلا وسهلا. ايوه. ازي حضرتك؟ الحمد لله. اتفضلي يا عم. اتفضلي يا حاج. اتفضلي. يا اهلا وسهلا. ربنا يخليك يا ولدي. زيد فضلك يا ولدي. ازيك ادهم بيه؟ اخبارك ايه؟ منور يا ابني. منوره يا حجه. بنورك. حجه صالحه امي اللي ربتني. وانا زين صالح الجناوي وظابط مباحث في بندر جنة. دي الست فاتن مراتي. اهلا وسهلا. ده ابني اسر. هند بنتي وخطيبها ادهم. اكيد العروسه قمر زي امها واختها. ميرسي بوكو. يعني متشكرين يا ابني. الحكي يا والدي هتدخن. ايوه فيروز ما بتدخنش، وبعدين يوم سجاير عادي في مصر دي مش حشيش. عيب يا والدي. نور ادهم بيه. امال فين العروسه عاد؟ زمانها جايه اتو. فيروز يا ام حجة صالح امي. اهلا يا طنط. طنط ايه؟ انتي تقولي لي يا ماما. هموت. خلاص يا فردين. هموت مش قادرة. خلاص بقى، خلاص ما يصحش، خلاص. اتفضل يا بنتي. ازيك يا ليلى؟ مبروك يا زين. الله يبارك فيك وعقبالك. ربنا يسعد قلبك. مش عايزك تزعلي مني يا ليلى. هو زعل منك ليه؟ هو انت عملت لي حاجة؟ ولا عمرك عشمتني بحاجة؟ لا ما عشمتكيش، بس حاسس بيكي. احساسي بيقول انك زعلانه مني. يا بنت انت غلاوتك من غلاوه نادي. تسلم يا زين. ما تقلقش علي، انا حبك كويس. وانت ربنا يتمم لك على خير.
عن إذنك. بقول لك ايه، البنت جامده، انا مش هسيبها. نخرج تاني يا سلام. عايزين حاجه من هناك؟ لا يا روحي شكرا. كل يوم بجد الملل ده. بقول لك ايه، ما تيجي نشرب كاسين ونتعرف على بعض. ايه اللي بتعمله ده؟ بتتجنني انت ازاي تسيبني وتمشي وانا لسه خلصت كلامي؟ اوعى ايدك يا حيوان يا بنت. اقفل. انت سكران ولا ايه؟ تعالي هنا. سكران ايه يا عم؟ مش كفايه عليك واحده؟ هو انت عاوز تكوش على المكان كله لوحدك؟ معلم اهدى، انت سكران؟ دي اختي، احترم نفسك. يا عم بقول لك ايه؟ طب ما تاخد صاحبتك انت وروح بيها، وسيب لي اختك انت انا اروح بيها. قبل ما اقفل المكان ده تمام؟ يوه مش وقتك بقى انت كمان. مين ده اصلا المتصل؟ ادهم. ما تردي يا بنتي عليها كده، قلقان عليكي. قلقان ايه؟ ما يعرفش اصلا ان انا معاك، ولو رديت هيقعد يرغي قد كده. ممكن يلا بقى يا ياسر لو سمحت. مش عايز اسمع صوت لو سمحتي. صباح على خير يا عم. اتفضل. تصبح على خير. وانتوا بالاهل. اتفضل. اهدى. هو ياسر فين؟ ما قاليش هو رايح فين. ايه ياسر؟ اهدى يا جدع، انت في ايه؟ ممكن لو سمحت تجيلي دلوقتي؟ اهدى مش فاهم حاجه. فين المكان ده؟ وربنا ما افتكر اسمه. ابعتولي في رساله جاي لك مسافه الطريق. في ايه يا زين؟ مفيش حاجه، عربيته عطلت بس اروح اجيبه على طول واجي. اطلعي لبسيني والنبي عشان اروح لك. اجي معاك يا ابني؟ الله، ما هي هتلبسني يا عم، تيجي معايا تعمل ايه؟ خليك يا بابا. خلي بالك عليه. حاضر يا عمي، واطمنك على طول. طول عمري بقول اماكن دي فيها شان وما يجيش منها غير وجع الدماغ. خلاص يا زين بعدين بقى. انتوا رايحين فين؟ يا عم وانا داخل الجنة عايز صاحب المحل. عمر انا ظابط مباحث زين الجناوي، والراجل ده جوز اختي وتقلب كرامته هنا في المكان ده، فعايز صاحب المحل عشان ما اروحش اعمل محضر واقفل لكم المكان ده. تقفل ايه؟ اقفل لكم المكان ده. تقفل المكان ده؟ طب يلا يا بابا اتكل على الله انت والراجل. انت مجنون يا ابني، ده ظابط بوليس. دي المشكلة دلوقتي، دي المشكلة، انا هنشر البتاع ده فين؟ ينفع كده؟ ما اعرفش ان اللي هين ظابط شرطه يبقى حط نفسه في ورطه. عارف شكلهم العيال دول؟ اه تعال، هو ده واحد منهم ده. هو ده اللي عكسها اللي هناك ده. خد حقك منه. خلاص هو فينا بس. بقولك خد حقك منه. طب تعال. بقى انت عايز تروح او اقتنع؟ بص على الوش ده وافتكره كويس عشان ده اللي هيبقى. بس كفايه الواد مات. عشان خاطرك يا زين. يلا. راح بقى. أنا قلت لك، أنا قلت لك الأماكن دي فيها شطار. دي آخرة اللي يشتغل في الأماكن دي.
الاماكن دي فيها شيطان. صح. حاولوا ولا قوه الا بالله. قلت لكم ظابط. بالله عليك ما تيجي الاماكن دي تاني. لا انا مش هاجي غير معاك. استغفر الله العظيم واتوبوا اليك يا رب. بقول لك ايه؟ الخمر على الهدوم بتنقض الوضوء. بس انا كنتش عارف ان جوز اختي بروسلي. مش عارفه في ايه، عمال اكلم قاسر وبكلم زين، الاثنين ما بيردوش. انت قلقانه ليه؟ اكيد بيجيبوا حاجه جوزها بينهم جايين. اتصل تاني يا بنتي خلينا نطمن. انا مش فاهمه ايه القلق اللي انتوا فيه ده. اهو جم. مالك يا بنتي في ايه؟ البطل. ايه ده؟ إيه والله مخلفه بطل. يا نهار ابيض ابني، مالك انت وشك متشنفط في ايه؟ خير ايه؟ كلها حاجات سطحيه. سطحيه دي اجيب لك ودي مستشفى. مستشفى دي مستشفى مدمر. يا ماما ايه المبالغه؟ مستشفى ايه؟ ما انا واقف قدامك زي الفل اهو. كلها حاجات زي الفل. ايه بس بخلقتك دي؟ ده انت مليان دم. احكي لنا يا ابني ايه اللي حصل بالظبط. يا بابا خناقه صغيره جدا، الباونسرز بتوع المكان اللي كنا صارين فيه بس غبوا كده، فانا علمتهم الادب يعني. الله اكبر. وربنا يا عمي لو مخلف هركليز ما يعمل اللي انا شفته ده. دخلت لقيته مكوم كل البارنسر دول في المكان. الله هو بايده الشمال يطير زي بعض. اللي مخلف فريد شوقي مش هيعمل كده. لا ما واضح واضح. واضح ان هيركليز كان بيضرب الناس بوشه. انت بتضحك؟ وربنا بطل، اللي انا شفته بعيني ما يتوصفش غير ببطل. انا متاكده ان ابني اسد. انا شفت بعيني. يلا ولا ايه؟ وقت اتاخر ممكن تروحي؟ شكرا. يلا انت بتهزر، انا مش هسيبك كده على فكره. بقول لك وقت اتاخر هكلمك كلها. اتفضلي. باي 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 طنط. باي باي يا اختي. انت مش عايزه تنامي هنا ولا ايه؟ تصبحي على خير. خلاص بقى زين. انت اخويا بجد والله العظيم هم بتوع برود اللي لازم يروحوا كل يوم بالمنظر ده. خلاص بقى ايه حضن المطار ده؟ انت هتغيري عليها حتى من اخوكي. عاش يا بطل. اجمد كمل اضرب جام اضرب يا حرامي يا ابن الجزمة. حرامي حرامي رجع من راحة؟ راحت ايه بس يا اسماعيل بيه؟ هو ده بيرتاح. ده انا اول ما وصلت قالوا ان هو نزل يطمن ان كل حاجه تمام في مول سيدي عبد الرحيم الجناوي. هو مش في خدمات هناك من المركز والمديريه؟ في كل حاجه، بس ما انت عارف ده ما بيهمتش. انا مش عارف ده بيشوف اهله ولا حتى بينام امتى. تعرف يا عزت لو عندنا اتنين ظباط زيه فينا ما كانش في ولا جريمه واحده هتحصل. والله يا اسماعيل بيه مش في جنا بس، في الصعيد كله. بس ده مش كلامك قدامه يا عزت. أنا ما ينفعش أشجع على كل اللي بيعمله. أنت عارف بيتهور كتير وبيفتح صدره. فتحت الصدر في شغلانتنا دي برصاصة في الجنب الشمال. عارف عارف. بس أنت برضه بتقسى عليه يا عز. أنا بقسى عليه عشان بحبه وبخاف عليه. أنا أعرف زين ده من هو صغير. أبوه الله يرحمه صالح الجناوي وصاني عليه، وأنا لا يمكن أخون وصيته. وصيته دي في رقبتي. الله يرحمه. باشا. شكرا يا ابني. باشا أمر عايزه اتكلم مع حضرتك في حاجه ضروري. وعزة جلالتي اللي انا شايفك اربعه دلوقتي ومش هستوعب منك اي كلام. اسمعني بس دقيقتين. وتعالى بكره اوديك بدل الدقيقتين ساعتين تحكي لي فيهم قصه حياتك. خبطت في دماغك ولا يا بنت؟ قلت لك فوت عليها بكره. من احمد خير؟ يا ساتر يا رب. جتيله ده كلام تقوله لي على الصبح. وزياد بفين؟ طب هتنقلوه على اي مستشفى؟ طب يلا وصفت الطريق، مع السلامه. صباح الخير. في ايه يا حبيبي؟
لا مفيش، كمل نوم انت. اكمل نوم ايه؟ انا هقوم اعمل لك فطار. فطار ايه؟ عندي بلغ بجريمة قتل، طلع لي لبس بس. حاضر. السلام عليكم، معاون مباحث المركز زين الجناوي. سمعت الحالة المضروبة بالنار فيه. كنت عايزه اتكلم مع حضرتك في حاجه ضروري. فوت عليها بكره قد كده. خبطت في دماغك ولا ايه يا بنت؟ قلت لك فوت عليها بكره. حرام عليك، سيبتني وتقتلي بمال اللي في بطني. اللي في بطنك؟ جوزك اللي ضربك بالنار؟ سامعني؟ مين اللي عمل فيك كده؟ بعد اذنك لو سمحت، ده مش وقت تحقيق، اتفضل. الله حسن يا دكتور. البقاء لله. يا ابراهيم يا عادل! جهزوا وقت عملك كتير! ولا بقى تقصد محمد بسرعة. غرفة عمليات ليه ماتت ولا ما ماتتش؟ بسرعة. البنت اللي كانت شغالة هنا اللي اسمها مريم لقيوها مقتولة من شوية. يا ساتر يا رب، يا نهار اسود. أحيل يا عيني، دي كانت بنت غلبانة. غلبانة مسكينة مش قصتنا، يا رب يرحمها. المهم دلوقتي البنت دي لا شفناها ولا سمعنا عنها ولا عتبت عتبت باب البيت ده، مفهوم؟ مسكينة. ايوه يا سمو سعد. مالك يا بنت حزينك دي ليه؟ البنت اللي اسمها مريم اللي كانت شغاله معانا هني اتقتلت. مريم مين؟ احنا ما نعرفوش حد اسمه مريم. كيف؟ مريم يا سمو. ولا انت تعرفي حد بالاسم ده؟ متفقين؟ حد يقدر يكسر كلمه ليك يا سيد الرجاله؟ متفقين بس لو ولو حصل غيرك ده هتحصليها. امشي امشي. انا ما نعرفش انتوا مدين الموضوع اكبر من حجمه ليه. ما انت على نياتك يا هدى، على نياتك قوي. حتى في احلام ياما صوتها ما بيفرجنيش، وهي بتقول لي لو اديتني من وقتك دقيقتين كان زماني على وش الدنيا، وكان زمان ولدي ما تيتمش. هون على نفسك يا حبيبي، انت ما كانش في يدك حاجة وما عملتهاش، ريح ضميرك. وهي ما سابتش في عمرها دقيقة واحدة عشان خاطري يا ولدي.
قوم نام، ريح نفسك وسيبها لله. ونعم بالله، دلوقتي اما مصير الطفل ده دار الرعايه، وانت عارفه دار الرعايه عندنا حالها ما بيصرش لعدو ولا حبيب، فكنت بفكر اكتب طلب واجيب الطفل ده يتربى عندنا في البيت هنا. طفل مين يا زين؟ الطفل اللي كنت حكيت لك عنه اللي امه اتقتلت، كنت بفكر يعيش عندنا في البيت. انت عارفه يتيم الام ومصير الله اعلم بيه. لا طبعا ما ينفعش، احنا مش عارفين الطفل ده ممكن يكون وراه ايه، خصوصا ان امه ماتت مقتوله. عارف يا ولدي، لو ابوك عايش كان جاب الواد هني وتربى معانا. هات الواد وانا اللي هربيه، هو انا طول ابقى جار الرسول كهاتين كده هوت في الجنه. والله يا ام انا شفت ولا اشوف بطيبه قلبك. روح يا شيخه، ربنا يريح قلبك زي ما ريحت قلبي. ربنا يخليك ويبارك فيك، حافظ عليك يا ولدي. مستغرب من القرار اللي انت خدته ده. قرار ايه؟ عزت بيه قال لي انك كتبت طلب للتضامن انك عايز تاخد الواد ابن البت اللي اتقتلت دي وتربيه عندك في البيت. طب وايه الغريب فيك ده؟ وبعدين دي الحاجه الوحيده اللي هتريح ضميري تجاه تقصيري مع امه. هتريح ضميرك بس هتجيب لك مشاكل كتير. عمر الخير ما يجي من وراه مشاكل يا زياد. اوعى تكون اتجنيت وهتكتب الواد ده باسمك. اللي انت بتقوله ده التبني حرام وغير قانوني، خلف شرع ربنا وخلف القانون. كل الحكايه انها تكفل بتربيته وعندي في البيت وبس. سمحوا لي ان اختار له هو اسم. وهتسميه ايه؟ هسميه صالح. على اسم ابوك؟ لا، على اسم صالح سليم. هو نتيجه التحليل بالنسبه لك انت مفيش ما يمنع ان انت تخلفي، اما بالنسبه ليك انت يا زين فانت راجل مؤمن وموحد بالله، ونتيجه التحليل بتاعتك بتقول انك استحاله تقدر تخلف، واكيد ربنا ليه حكمه في كده. تمام يا فندم. ازيك يا منصور؟ الحمد لله تمام يا فندم. في تكليف جانا من القياده العامه للقوات المسلحه لوحدات المظلات لدعم اعمال قتال قواتنا في شمال سيناء وتنفيذ عمليات نوعيه ضد الجماعات الارهابيه هناك. الله اكبر الله اكبر، اخيرا يا فندم. عشان كده انا رشحتك انت للمهمه ديت. سيادتك عارف ان انا دايما جاهز وطول عمري نفسي اخدم في سيناء. وفر حماسك وطاقتك للعمليه. تمام يا فندم. بالتوفيق يا منصور. المسخره دي بيت الجناوي زاد راجل. سمي الله يا امه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عيني عليك يا ولدي، ذنبه ايه اللي تيتم بدري؟ ذنبه ايه العيل ده يبقى مصيره كده؟ مصيره يبقى زي الفل يا امه، ده اتربى بيت الجناوي وانا عارف انك هتراعي ربنا فيه. ده انك طيب يا ولدي. برضه عملت اللي في دماغك يا زين؟ خلاص بقى أمر واقع. اتكلمنا في الموضوع ده بدل مرة ألف يا فيروز. أيوة بس ما كنتش متخيلة إنك هتعمل كده بالسرعة دي. فيروز بتتكلم صح. وإيه يا زين؟ كتبته على اسمك؟ استغفر الله العظيم، أنا عمري ما أعمل حاجة تغضب ربنا. أنا ما تبنتوش، أنا اخترت له اسمه بس، سميته صالح يا أمه. على اسم أبويا زين؟ ولو بيد أسمي أي طفلة اتولد في البلد دي صالح، على اسم أبوك. ربنا يخليك يا ولدي ويبارك في عمرك وفيك ويرزقك بالذرية الصالحة، زي ما خليت اسم صالح يتقال في بيته كأنه ما ماتش. وهم دلوقتي يا أمه عايزين واحدة بترضع في البلد عشان ترضعه. شوف كأنه جعان. فرحانة بنتي يا فرحانة. نعم يا ست. تعالي هنا، عايزاكي تشوفي واحدة لسه والدة جديد تكون صحتها كويسة عشان ترضع صالح. من عيني يا ست. صالح تصبحوا على خير. انت من اهل الخير. انا ما بقيتش فاهم حاجة. تصبح على خير. انت من اهل الخير. شفت
حلو كيف يا ولدي؟ ربنا يخليك ويبارك فيك يا ولدي. الحمد لله يا أم. صباح على خير. وانت من أهل الخير يا ولد الخير. المحضر مش هتقفل ضد مجهول يا زياد. يعني هتفضل فاتحه كده؟ ما خلاص كل اللي في ايدينا عملناه. بقول لك من يوم ما اتقتلت وانا ما بنامش. احساس انه كنت اقدر انقذها ما بينامنيش. يا عم عمرها كده، احنا عملنا اللي علينا وحاولنا نوصل للبنت دي بكل الطرق ما عرفناش، هنعمل ايه تاني يا زياد؟ حاسس اني هوصل لحاجه. اه عندك ده اللي هيودينا في 60 داهيه. باشا. خير يا رضا؟ سيد السبع يا باشا. سيد السبع ده مسجل خطر في الجنة يا زياد، اسمع عنه من ورا في الاعدادية. ماله سيد السبع ده لسه عايش؟ عايش وفاجر ومزودها قوي يا باشا. في ست مسكينة عمالة تبكي تحت، خاطب بتها وعايز يجوزها بالعافية. ده بينيم البلد كلها من المغرب، وعمال ياخد إتاوة من الصغير قبل الكبير. الكلام ده كنا بنسمعه في الحواديت واحنا صغيرين. الكلام ده بيحصل النهاردة؟ وفي جنة؟ وربنا لا ينزله سيد السبع ده؟ واعرف ان كان سبعه ولا قطه. جاب لك راح كتير يا باشا، النص ما رجعش والنص راجع ايد ورا وايد قدام، نص سلاح ليبيا عنده يا باشا، ورجالته محوطه المكان كله، ده عنده احكام 180 سنه، غير سبعه اعداد. انت بتخوفنا والله يا رضا. العفو يا باشا. طب ورحمه ابويا هنا يا سيد السبعه في كده؟ حاجه مين دي امرها منك ليه؟ الحكومه يا كبير. طالما فكروا يجيبوني لحد هنا يبقى ما حدش يخرج مني وهم على رجليه. انا شرط انك تخفيه. انت يا
النبي رضا. ايوه بقى انت في البيت بقى. سلم نفسك يا سيدة سبا. من يوم ما خدمت في جنة وانا متابعك كنت عارف ان ما حدش هيجرى ويجينا لحد هنا غيرك. انت زين الجناوي. ايوه انا زين الجناوي. زين دوق حتة اللحمة دي بقى وادعي لي. تسلم يدك يا عم حبيبي. بالهنا والشفا يا زين. الله يهنيك يا ست الكل. افردي وشك بقى شوية لو سمحتي. ان شاء الله. مش انت قلتي يا فيروز ان انت هتيجي لوحدك؟ ما هو الحمد لله حظنا حلو، زين عرف ياخد اجازة. اه. ما كنتش عايزة تشوفيني ولا يا ست الكل؟ وليه مش عاوزة اشوفك يعني؟ حاسس اني ما وحشتكي زي ما انت وحشتيني. بالعكس ده انت وحشني قوي قوي. معقول يا زين؟ دي حماتك ما وراهاش سيره غير لك انت ليل ونهار. والله والله مصدع علي دماغك. اهي دي بالذات يا عم مش مصدقك. الا قول لي يا زين هما امتى هيرضوا عنك في الشغل وتيجي على القاهره هنا؟ الحاجه الوحيده اللي تخليني اجي مصر هنا انهم يرفضوني. يا ريت، على الاقل بنتي هتبقى جنبي. لما الحاجه الوحيده برضو اللي تخلي بنتك تبقى جنبك على طول ان اطلقها. انت يرضيك حاجه زي دي؟ نعم. يعني ايه مالكوش نصيب في الخلفه؟ ايه حالتكم ملهاش حل؟ الدكتور بيقول كده، بس مفيش حاجه بعيده عن ربنا. المشكله عند مين؟ مش مهم المشكله عند مين. عنده مش كده؟ اه يا هند عنده. ارتحتي كده؟ والله كنت عارفه انا مش مرتاحه للواد ده من اول يوم شفته فيه. هو ذنبه ايه يا ماما؟ ذنبه يا حبيبتي انه ما قالش، ذنبه انه كذب علينا من الاول. وهو كان هيعرف منين يعني؟ يا اكيد يا حبيبتي كان عارف. كانتش هتفرق. لا هتفرق يا فيروز، هتفرق كتير قوي. هتفرق في ايه؟ هتفرق لو كنتي متجوزه واحد تاني كان زمانك مخلفه دلوقتي. نصيبي كده. نصيبك يتعدل عادي جدا. تعدل ازاي يعني؟ تطلبي الطلاق منه، لازم تطلقي منه. لو كنت انا اللي ما بخلفش كنت هترضي انه يطلقني عشان يخلف؟ ما كانش حد هيقدر يلوم. من حق كل واحد انه يدور على مصلحته. انت عارفه يعني ايه اطفال؟ عارفه يعني ايه خلفه؟ اسمعي يا بنتي، انت هتتطلقي منه هتتطلقي منه، انا هخلي ابوكي يكلمه اول حاجه يعملها الصبح ويقول له انك لازم تطلقها، ولو رفض هنخلعه. يا مرحب بالغالي ولد الغالي. انا عارف معزته عندك قد ايه. ازيك يا زين بيه؟ الحمد لله. ازيك يا مسعد بيه؟ ازيك يا زين بيه؟ الحمد لله. اتفضل. زيد فضلك. خير يا زين بيه؟ خير ان شاء الله. ما اعرفش حضرتك تعرف ولا لا، الخدمه اللي كانت شغاله عندكم اللي اسمها مريم اتقتلت. قتلت ولا ماتت موتت ربنا، احنا مالنا؟ كان من بقيت عيلتنا؟ لا يا مسعد بيه، بس هي اتقتلت وهي حامل في التاسع، وانتوا مشيتوها من البيت هنا من حوالي 7 شهور. يعني حملت في البيت ده. وللعلم ان اللي في بطنها طلع عايش، سبحان الله. ده من بخت ابوه. وعرفت اللي قتلها؟ اسأل ولدك.
قصدك ايه؟ تتجننت يا ولد صالح؟ جاي تتهم والدي بجريمة قتل وفي بيتي؟ ما قالولكش ان مفيش ضابط يقدر يجرب 10 كيلو من البيت ده؟ لا فيه. اسمه زين صالح الجناوي. بينه وبينك خطوة. بيقول لك لو ولدك طلع اللي عاملها ورحمة صالح الجناوي لوصلوا بيدي الحبل المشنقة.